زوج وزوجة خدوا قرار ان هم يأخروا الانجاب لمدة 5 سنين في بداية زواجهم، بسبب انه الظروف المادية وان هم غير قادرين على استقبال طفل دلوقتي وتحمل المسؤولية وتربيته ماديا. يجوز على المستوى الفردي هذا، يجوز على المستوى الفردي ان واحد يقول لك، وزي الامام الشافعي وغيره ذكرها، قال ويجوز للانسان اذا ما تزوج الا ينجب، براحتك. بس ما ينفعش الامه جماعه تعمل تتفق على هذا، علشان ايه؟ ده الخير في هذا النسل. صحيح، ورزق من ربنا سبحانه وتعالى. امال مين اللي يعمر الكون؟ اما واحد فرض بياخد قرار، فرض في منطقه ثانيه خد قرار بسبب انه بيتعلم، بسبب انه مسافر، بسبب حياته مش عايز، في ناس كده يقول لك انا ما لا انا عايز اعيش حياتي، مش عايز اولاد، ما اشيلش همومه وهكذا. ولكن بسبب الظروف الماديه انه والله شوفي، لو كان بالظروف الماديه نقول له ده اكبر خطا. لان الله اذا ما قدر النسمه قدر لها رزقها. لذلك الله عز وجل في الايه يقول وقدر فيها اقواتها. تقدير الاقوات قبل خلق الانسان. ودي حاجه يعني ننتبه ليها. الله عندما خلق الكون وقبل أن يخلق الإنسان قدر في الكون أقوات الناس قبل أن يخلقهم. فإذا الله يعلم بعدد من يأتي وكم يأكلون وكم يشربون إلى أن تقوم الساعة، كل شيء بحساب. فالذي علم بعدد من يأكلون ومن يشربون أليس قادرا على أن يرزق ابنك اللي هتجيبه؟ صحيح. فطبعا ده ضعف في توكل ويقين على الله. صحيح. الإنسان يظن نورك لربنا سبحانه وتعالى، يمكن يكون الطفل اللي هيجي هو سبب الرزق، ده ممكن يكون سبب وسبب فتح لمن حوله. صحيح. الامام الشافعي ابن ليلى، لحظه بين لقاء بين ابيه وامه، جاء الامام الشافعي، لقاء جاء صلاح الدين، جاء سيدنا عمر، جاء هكذا. اذا الانسان لابد ان يعلم انه لا يدري اين الخير. فجاءك رزق الله، ما تعرفش الولد ده قد يكون فيه نفع للامه. طبعا طبعا عظيم يعني. صحيح. نعم. صحيح. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.